بسم الله، ونرجع تاني للفيديوهات كلينيكال سينس. وزي ما اتفقنا ان احنا هنركز في السلسلة دي على الريد فلاجز، والنهاردة هنتكلم عن الديسبيبسيا. طبعا الديسبيبسيا دي ليها 5000 تعريف، بس اشهر معنى ليها اللي هو مثلا حموضة، حاسس بامتلاء، حاسس كده بعدم راحة في منطقة فم المعدة. بيهمني في الفيديو دوت هو الريد فلاجز، او امتى الحموضة او الم فم المعدة يبقى علامة خطيرة. اهم سببين هنا يهمني الصيدلي يعرفهم هو الكانسر او الام اي. الام اي ده غالبا هيبقى جايلك اكيوت، الكانسر ده هيبقى حاجه كرونيك. طبعا في اسباب تانية كتير بس مش هنقف عندها، اشهرها مثلا الناس اللي بتاخد مسكنات، حتى في حاجه اسمها فانكشنال ديسبيبسيا. طيب نبدا باول حاجه وهي الاسهل، ازاي تعرف ان الم المعده او الحموضه اللي عند الراجل دوت سببها كانسر؟ طيب ليه بقول هي الاسهل؟ لان اي حد ممكن يعرفها. انا هقول لك شويه علامات مكتوبه كده، 1 2 3، لقيت اي حاجه فيهم الراجل ده يبقى لازم يعمل منظار. هتعمل منظار هتشخص بيه في كانسر ولا مفيش، بعكس مثلا الام اي او الذبحه الصدريه بتبقى عاوزه حد عنده سنس. الالارم سيمتوم دي مجموعه في كلمه الارم، ايه يعني انيميا، وكلنا عارفين الساين بتاعت الانيميا. ال يعني لوس اوف ويت، ايه انوركسيا، ار ريسنت اونست اوف بروجريسيف سيمتوم، ام يعني ميلينا او ديسفيجيا او هيماتيمسيس. وهنزود عليهم خصوصا لو العيان ده راجل وفوق ال50 سنة. في قاعدة بتقول أي عيان فوق ال40 سنة عنده أنيميا نقص حديد لازم يعمل منظار علوي ومنظار سفلي، يطلع بقى كانسر كولون، يطلع كانسر استومك، يطلع ألسر، بس لازم يعمل منظار. طيب واحد بيخس وملوش نفس الأكل، دي من العلامات المشهورة جدا للكانسر. طيب واحد عنده ميلينا اللي هو براز أسود، أو عنده صبع في البلع، أو عنده هيماتيمسيز اللي هو ترجيع دم، كل اللي فات دوت مفيش خلاف ان هو محتاج منظار، او بمعنى اصح مش محتاجه سنس. فاضل حاجه واحده بس هنا، ودي محتاجه دكتور او صيدلي عنده سنس عشان يعرف يلقطها، اللي هي زي ما بيقول هنا recent onset of progressive symptom، وفي كتب تانية بتقول new onset of symptom. بمعنى عيان طول عمره كويس، جه فوق سن ال40 او فوق سن ال50 بالذات، بدأ يجيله ديسبيبسيا، او بدأ يجيله امساك، بدأ يجيله جي اي سيمتوم عموما، ده على طول لازم تستبعد الكانسر. طبعا اللي هيقول للراجل دوت انت عندك قولون عصبي يبقى بيهزر. القولون العصبي ده يجي في شاب مثلا عنده 30 سنة، لكن قولون عصبي ايه اللي يجي في واحد فوق ال50 سنة؟ طيب دي واضحة. طيب لو واحد بقى طول عمره من هو عنده 20 سنة ولا 30 سنة عنده قولون عصبي، جه برضه عدى فوق ال50 سنة ولسه برضه عنده الأعراض دي، امتى بقى لا واطلب له منظار؟ هنا بقى نقول لو الأعراض زادت زي ما هو كاتب recent onset of progressive symptom، او طبعا اي حاجه من بقيه الالارم سيمتوم. طيب يبقى اول حاجه كده عرفناها، لو في الارم سيمتوم هنعمل منظار لاستبعاد الكانسر. تاني حاجه هو بيقولها هنا، لو في الالم شديد قوي او بيصحيه من النوم او في فوميتنج او الكلام دوت، بيقول لك حوله عشان استبعاد الالسريشن. عاوز ازود على النقطه ديت ان لو في اي سيمتوم او ساين تانية مع العيان غير الديسبيبسيا لازم تحول العيان برضه، مش عاوز اقول ده ممكن تحول العيان كمان امرجنسي، يعني ممكن العيان ده مثلا يكون بانكرياتايتس، ممكن يكون في حاجه في حصل بيرفوريشن ويكون محتاج يخش جراح، الدي كي ايه، الرينال فيلير، الفاسكولايتس، كل الحاجات دي هتجيلك برضو بجسر جبين، بس مش دي الديسبيبسيا اللي انت هتتعامل معاها. اخر حاجه هنا بيقولها لو في ريفيرد بين، لو الالم ده بيسمع، هو يقصد لو الالم ده بيسمع للكتف اليمين يبقى ده مراره، لو بيسمع للكتف الشمال يبقى ده قلب. طبعا الناس اللي اشتغلت عارفه ان ساعات وجع المراره يجي بجسر جبين بس وما يكونش مسمع في حته، ووجع برضو القلب يبقى جاي بجسر جبين بس ومش مسمع في حته. طيب انا قلت في الاول ان يهمني سببين تميزهم عن الديسبيبسيا، ودول هما اللي ممكن يقولك الصيدليه فعلا ويلخبطوك. السبب الاول اللي هو السهل اللي هو الكانسر، وقلنا هتعرفه ازاي، هتشوف فيه الارم سيمتوم موجوده هتبعت عيان يعمل منظار، والسهوله كمان انك هتقول عيان روح اعمل منظار، هو مش لازم يروح يعمل منظار حالا، هو ممكن مثلا يروح بكره يروح بعده، فمفيش مشكله في تحويل العيان. السبب التاني اللي هتكلم عنه دلوقتي وهو ده الصعب، الا هو الذبحه الصدريه، وصعوبته اكتر انك هتقول لعيان لازم تروح حالا المستشفى. ممكن الكلام ده يكون عيان جالك الساعه 12 بالليل او الساعه 1 بالليل، ويكون بينك وبين المستشفى ساعه ولا حاجه، بس انت لازم هتقول له لازم تروح حالا المستشفى، فدي بتبقى صعبه شويه. الصعوبة أكتر هنا إن مفيش قواعد معينة أقولها لك، لازم يكون عندك سنس، لازم يكون عندك هاي اندكس اوف سسبيشن عشان تعرف تشخص العيان ده أو تشك فيه. إن في ناس بتقعد تردد قواعد وتقول لك
لو بيزيد مع المجهود يبقى ده هارت اتاك، لو بيزيد مع الاكل يبقى ده هارت بيرن وحاجات زي كده. بيقولك لو بيسمع الكتف الشمال يبقى ده هارت اتاك، لو ما بيسمعش يبقى ده هارت بيرن. او يقولك لو الالم زي بين كده يبقى ده هارت اتاك، لو زي بكاستريك بين يبقى هارت اتاك، لكن لو هو حموضة كده وحرقان يبقى ده هارت بيرن. اه هو صح، لو بيجي بعد المجهود يبقى ده هارت اتاك، بس لو بيجي بعد الاكل ممكن يبقى هارت اتاك برضه، ولو بيسمع يبقى هارت اتاك، ولو ما بيسمعش ممكن يبقى هارت اتاك برضه. طيب لو هو جاي وجع بجسترك بين يعني، اه اشك اكتر في الهارت اتاك. طيب لو جاي حموضة بس ده ما يستبعدش ان هو هارت اتاك. انا شفت حالة في الامتياز، راجل 50 سنة جاي الساعة 3 الفجر، كل اللي شكوته حموضة وحرقان في فم المعدة وطلع على صدره. طب في وجع في فم المعدة؟ لا. في وجع في الشيست؟ مفيش وجع. زميلي سأله انت كلت ايه قبل ما تنام؟ قال كلت بتنجان الساعة 1 وصحيت الساعة 3 على الحموضة دي. طيب هل الوجع ده بيسمع في كتفك الشمال او دراعك الشمال؟ قال لا. لقيته بيقول لي الراجل دوت تيبيكال جاسترايتس، هياخد الزنتاك وهيبقى زي الفل. قلت له ايا كان الراجل ده لازم يعمل اي سي جي. عملنا له اي سي جي، طلع ماسيف ام اي. اللي خلاني اشك في العيان دوت ان كنت سمعت محاضرة للدكتور حسام موافي بيقول فيما معناه يعني ان الموضوع مش موضوع قواعد، الموضوع العيان دوت ريسكي ولا لا، الراجل دوت عنده ريسك فاكتور ولا لا. عنده ريسك فاكتور لازم انت تحترمه وتعمله اي سي جي، ما عندوش يعني بقى تبدأ تفكر. عين ريسكي يعني ايه؟ يعني عنده ضغط، عنده سكر، راجل فوق ال50 سنة، عنده فاميلي هيستوري، مدخن، كل الكلام ده دي اسمها ريسك فاكتور. يعني راجل فوق ال50 سنة وجايلك بحموضة احترمه واعمله اي سي جي. الراجل اصلا كان ممكن يجيلك من غير حاجة، ممكن يجيلك سايلنت زي ما بيسموها سايلنت ام اي. علشان كده الكتب المحترمة تقولك لو عيان بيعرق بس اعمله اي سي جي، بيعرق بس، لا في حموضة ولا في بجاستريك بين ولا بيسمع ولا في اي حاجة، راجل كل اللي عنده ان هو عمال يعرق، ده لازم يتعمل له اي سي جي. طيب نرجع تاني للمثال اللي قلته، الراجل دوت ليه انا شكيت فيه ان هو ام اي؟ اول حاجة ان عنده ريسك فاكتور، اول حاجة فيها ان هو راجل، تاني حاجة ان هو فوق ال50 سنة، تاني حاجة ان الراجل جنرالي انويل، الراجل شكله مش مريح، الراجل شكله تعبان. وهي دي نقطة السنس اللي بقول عليها، حاسس العيان تعبان، حاسس العيان مش مريحك، حاوله ما تخاطرش. تالت حاجة ان العيان ده كان بيعرق، اذا كان قلنا عرق لوحده قلنا تعمل اي سي جي، ما بالك عرق ومعاه هارت بيرن كمان. رابع حاجة العيان ده جاي الساعة 3 الفجر المستشفى، مفيش حد هينزل من بيته الساعة 3 الفجر الا اللي شديد القوي. تاني حاجة ان هو ده وقت الذبحة الصدرية. فالذبحات الصدرية خطيرة خفية وتقتضي الإحالة فيها لكل حالة، لا سيما مع الخطر مشهورا أم لم يشتهر، لو أنه حموضة تخويفه فريضة حياته قد يخسر، والله لا تعذر. عوامل الخطورة قل 6 مستورة، ضوء دخان سكر وراثة والعمر. ضغط دخان سكر وراثات والعمور، كوليسترول منه مهم ومنه سيء أهم، وما قصدتها هنا جمعا لقول حبرنا، لكنني أردت تنبيهكم فقلت. الطب بحر واسع ما منه قط تشبع، فلتمسك لسانك لا يظهرن جهلك، تمهلا بالفتوى لا تعجلا بالبلوى، فأنت حتما قاتل ستأسى من يا رجل. فأنت حتما قاتل ستأسى من يا رجل، إن كان ذا من جهلك أو سرعة في حكمك.